اليوم راح أبدأ وياكم الجزء الثالث من مشروع الجوراب. راح أمشي وياكم خطوة خطوة بس أساس أتأكد إن ما حد يضيع. الشيء اللي لازم تحطونه ببالكم اليوم إن إحنا راح نشتغل على جزء معين بس، اللي هو لأن الحين راح نبدأ نشتغل على الكعب، وراح أبدأ جهة يمين بعدين جهة يسار، وهو سهل لا تحاتون. يلا نبدأ. فحاليا هو اول شيء راح نقسم الشغل الى النص، بس انا بالنسبه لي يعني راح احسبه لكم، فما يحتاج تحطون ماركر او اي شيء. اول شيء راح اسويه راح اخذ الابره والخيط. طبعا حطوا بالكم من الحين راح اسوي دائما سطر نت سطر بيرل لما نخلص الكعب، فما في اي نت بيرل نت بيرل، لا دائما كل السطر يكون كله نت او كله بيرل. الحين انتوا راح تشوفون معي. فالحين راح اسوي 18 غرزة نت. فالحين راح أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. طبعا انا الحين قاعدة امشي وياكم خطوة خطوة، اذا ما وصلتوا حق رقم 18 ضغطوا بوز، ولما تخلصون حطوا بلاي. اوكي، فالحين خلصتوا بال 18 راح اقلب الشغل. والحين كل السطر راح اسوي، طبعا الحين غرزة بيرل راح اسوي كل السطر ما عدا هذه الغرزة اللي هني ما راح اسويها، فيعني بس اطوف غرزة واحدة اللي هي اول غرزة. فالحين راح اسوي بيرل عادي نفس ما انتم شايفين بدون عد، ما احتاج عد لاني ادري اني راح اسوي لاخر شيء، بس اخر غرزة راح اخليها. طبعا ما ادري انتم الحين حاليا اسرع مني ولا ابطا مني، ولا انا ما ادري بطيئه ولا سريعه. يلا الحين باقي شوي، ما ادري هل انتم نوعكم تحبون الهدوء وقت الخياطه ولا عادي عندكم انا قاعده اسولف خيط. اوكي، فلاحظوا هني باقي 2 على الابره راح اخيط، بعد يبقى 1 راح اخلي هذه على الابره وراح اقلب الشغل. فالحين طبعا واحد هني هذا راح اطنشه او اطوفه، وراح ابدا اسوي 16 غرزه. فالحين راح امشي هني، ف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طبعا هو 16 غرزة من غير أول واحدة اللي طوفناها، إذا تبون تعدون مع أول واحد مفروض يكون 17. والحين راح أقلب الشغل وراح أخيط، بس راح آخر غرزتين ما أخيطهم، فراح أخيط. طبعا لاحظوا أن الحين أنا صرت غرزة مقلوبة بيرل، فبيرل بس آخر 2 ما راح أسويهم. لحظة الحين هما 3 فراح أخيط وراح يصير 2. الحين
راح أخيط 14 غرزة. ف واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. فراح يكون 13 و14. والحين راح نخيط لمن الثلاث غرز اللي هني نخليهم. فراح اخيط عادي، طبعا كلها غرزة مقلوبة اللي هو البيرل. طبعا الحين وصلنا حق اخر اربعة وصاروا ثلاثة. الحين راح اقلب مرة ثانية وراح ابدأ اخيط لما اوصل حق 11 غرزة. فواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وحداش. والحين راح أخيط وراح أترك الأربع غرز اللي هالجهة. دائما انتبه ما اسرح. فواحد، اثنين، ثلاث، اربع. وحاليا الحين راح اشتغل 9 غرز. يلا قربنا نخلص. لو تلاحظون شوفوا شلون بدا يطلع الكعب، لو تشوفونه مناسب. اوكي، فالحين قلنا 9، فواحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. والحين راح نقلب وراح نخلي 5 غرز. فواحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. هني اللي هو 5 اللي بقوا. الحين خلصنا الشغل على الكعب، بس انا طبعا بوحده ويا باقي السطر. فاللي راح اسويه راح امشي على كل هذا النت لما الاخر، وبعدين راح اسوي كل بيرل مع اللي موجود هني. سهل. فالحين راح اشتغل نت لما هني. اذا تبون اختاروا بوز، ولما اخلص السطر كامل او لما انتم تخلصون السطر كامل ضغطوا بلاي. فهذا هو حاليا سويت كل السطر نت. لو تلاحظون الحين بدأ يتكون عندي، والحين راح اسوي السطر كامل بيرل اللي هو الغرزة المقلوبة. فأنا راح اشتغل، تقدرون تضغطون pause، لما تخلصون السطر كامل تقدرون تضغطون play. فالحين أنا خلصت البيرل، حيكون عندكم بهذا الشكل. حلو صح؟ الحين راح نبدأ نشتغل على الكعب اللي جهة العكس. فالحين خلاص هذا تقدرون تخشونه
او تحطون على ابره ثانيه مؤقتا وتجيبون الجهه العكس. طبعا الجهه العكس هي نفس الفكره بس راح يكون هالجهه بدل هالجهه. فالحين شنو راح نسوي؟ راح اخيط قرصه نت كلها ما عدا هذه ما راح اسويها. فيلا نبدا الحين غرزة نت اللي هي الغرزة العدلة. ما يخاف راح اخيطه وياكم بس على اساس اتاكد ان تطبقونها صح، لان في مرات يعني يشرحون او تشوفون شرح احد وبعدين تحسون ان يعني في نقطة معينة ما استوعبتوها او ما فهمتوها، فاحسن اني انا ابدا اخيط يعني وياكم اكون لايف. وهم الحلو في الموضوع انه لما اخلص الفيديو تكونون انتو بعد خلصتوا وياي، بعدين نقدر شوي ناخذ بريك لين انزل الجزء الرابع. طبعا انا شوي ما اعطيتكم بريك على اساس اذا ما يمديكم اليوم تشوفون وتطبقون الفيديو وياي عندكم على الاقل يوم تطبقونه حق اللي ما يلحق على يعني انه نفس اليوم يطبقه. طبعا الحين تقريبا خلصنا نص، يلا باقي شوي وان شاء الله نوصل ويبقى لنا اللي هو الواحد اللي راح نطبقه. اوكي الحين باقي لي اثنين راح اخيط هذا وبقى واحد. هذا ما راح اخيطه، راح اقلب الشغل. حاليا راح اسوي غرزة مقلوبة اللي هو البيرل، وراح يكون عبارة عن 16 غرزة. عفوا 18، راح يكون عبارة عن 18 غرزة. ف واحد اثنين ثلاث اربع فالحين راح اقلب الشغل وراح اشتغل 17 غرزة مغلوبة لبو بيرل. فهذا الحين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستاش اثناش ستاش أربعتاش خمستاش ستاش و سبعتاش. فحاليا هم كلهم 18 اذا حسبت اول غرزة اللي طوفتها، فالمفروض على هالابرة تعدونها 18. الحين راح اشتغل على كل الغرز ما عدا الغرزتين اللي هني راح اخليهم. فاذا حابين تقدرون تختارون البوز، ولما توصلون حق اخر غرزتين تختارون البلاي. فحاليا الحين كملت كل نت غرزة عدلة وباقي الحين هذيلا اللي هما آخر غرزتين. فالحين راح أقلب الشغل يعني راح ألف كذي وراح أسوي 15 غرزة بيرل 15. فطبعا هذيلا الاثنين ما أحسبهم كغرزة، إذا تبون تحسبونهم فهم 17 بس أنا ما راح أحسبهم، فبس راح أعد 15. فواحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر احداش اثناش ثلاثتاش اربعتاش وخمستاش. طبعا الحين خلصنا 15 غرزة، راح
الفحم كذي عشان اشوفه. راح اشتغل على كل الغرز ما عدا الثلاث غرز اللي هني، راح اخليهم ما راح اشتغل عليهم. تقدرون تختارون pause، وبعد ما توصلون حق هذيل الثلاث غرز تختارون play. فحاليا الحين باقي الثلاث غرز الأخيرة ما راح أشتغل عليهم، راح أقلب الشغل كذي وراح أبدأ أسوي 13 غرزة. فواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. حاليا راح ألف مرة ثانية، وهالمرة راح أشتغل بس يعني هشتغل عليهم كلهم، بس آخر أربع غرز ما راح أشتغل عليهم. تقدرون تختارون بوز لما تخلصون حق أو توصلون حق آخر أربعة ما تخيطون فيهم، تختارون play. فحاليا الحين وصلنا حق أربع غرز، فراح أبدأ أشتغل بغرزة ال pearl 11 غرزة. فواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. طبعا الحين راح أشتغل على كل الغرز نت ما عدا الخمسة، 1، 2، 3، 4، 5 لهني. فهذيل الخمسة ما راح أشتغل فيهم، راح أشتغل على كل هذيلة غرزة عدلة. تقدرون تختارون بوز لما تخلصون راح سبلي. فحاليا الحين هذيلة أهم الخمس غرز، فراح أبدأ أشتغل غرزة مقلوبة اللي هو البيرل، وراح أسوي 9 غرز. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. والحين حاليا راح اشتغل على كل السطر كامل نت. تقدرون تختارون بوز لما تخلصون السطر كامل نت تردون حق الفيديو. الحين خلصت السطر كامل نت، فالحين بس اللي أبيكم تسوونه عشان نساوي كل شيء، تمشون كل ليل آخر بيرل بس على أساس يتساوى. فالحين راح نسوي السطر كامل بيرل. طبعا اختاروا بوز وأشوفكم بعد الفاصل. فحاليا الحين المفروض يكون عندكم قطعة ويكون هالجهة فيه الكعب، وتكون الجهة الأمامية أمامكم. شلون أعرف إنها جهة أمامية؟ لأن شوفوا شلون شكل غرزة كذي، حرف ال V أنا أسميها، مو بهالجهة، لازم يكون هالجهة أمامكم. وهم لما أجي أقارن القطعة الثانية اللي الكعب يكون هالجهة، هم تكون الجهة الأمامية قدامي. طبعا أتأكد طرف الإبرة هني والجهة الأمامية قدامي. وبس هذا الجزء الثالث من المشروع. هعطيكم كذي بريك يوم، وبعدين ان شاء الله عقب باكر راح اعطيكم الجزء الرابع، وبعدها الخامس راح يكون ان شاء الله اخر حلقه. وطبعا اذا عجبكم اللي قاعد تسوونه سووا شير حق اي احد ودكم انه يتعلم هالمهاره بعد، ولا تنسون لايك وسبسكرايب. شكرا لمتابعتكم.